السلام عليكم. مازول في الأول، فريد نجاري، طبيب مختص في أمراض القلب في فرنسا. في هذا الفيديو القصير نوريكم واحد تكنيك كيفية التنفس مليحة بزاف للمرضى كوفيد 19 اللي راهم سوز أكسجين، اللي يتعالجوا كسو سوا الوبيتال ولا في الدار. هذا لا تكنيك اسموها لو بولينغ، باسكو نديرو دي بول داخل القارورة تاع الماء. يستخدموها بزاف هنا في أوروبا مع لي كينيزي ثيرابوت لي يعالجو لي مرض كوفيد 19، اي ميم يعلمو لا تكنيك لي مرض لي يستخدموها يوميا. دونك هاد لا تكنيك واش لازمنا باش نديروها؟ نستحقو قرعة ماء، اون بوتيل دو لي نعمروها كثر من لاموتيي، ابوبخي دو تيير. هنا كيما راكم تشوفو في لو بوشون جي في ان ترو، درت ان ترو، دخلت لاباي نقدروا ندخلوها او ماكسيموم، نخليو غير قيس لا مارج بور براتيكي لا تكنيك. دونك هاد لا تكنيك يستخدمها لو مالاد كوفيد 19 سواء في الكرسي اذا كان الحاله تاعو تسمح له باش يروح الكرسي، ولا دون لو لي بصح اون بوزيسيون دومي اسي يكون قاعد. دونك كيفاش نستخدموها؟ سي سامبل، ناخذو اون غروند انسبيراسيون، نعملو لي بومون تاعنا، ومن بعد نبغي نفير اون اكسبيراسيون لونغ داخل القرعة تاع الماء. دونك فوزالي فواغ، كل ما يكمل المريض ياخذ اون ريكوبيراسيون، لازم له ريكوبيراسيون، اون بوز تاع 30 سكوند حتى دقيقة. إذا كان عنده لو ماسك يكون نحاه باش يدير لا تكنيك هذه، يعاود يرجعو باش ياخذ ان بو بلوس دو فورس. إذا كان عنده دي لونات دوكسيجين، إي فا كونتينيي أسوكسيجيني، يتنفس من نيفو نورمال. كل ما كي لوسكيلي بخي يعاود اون دوزيام فوا كيما قلنا. Et comme ça, يقدر يدير حتى العشر خطرات. عشر خطرات هادو يقدر يديرهم في كل ساعتين، سيتادير كل ساعتين يدير عشر خطرات. صعيب كاين واحد الحالات اللي مرض ما يسبورتيوش بزاف، يقدر يدير خمس خطرات في كل ساعتين. هذا لا تكنيك هادي عندها دو انتيغي. اول حاجة سي سكون ابل elle génère la PEP, la pression d'expiration positive. C'est-à-dire qu'il y a une souche dans le calme, qui a des résistances. Donc, il y a finalement, à la fin d'expiration, il y a les poumons, les alvéoles, mahloulés. Le deuxième intérêt, qui a une souche avec ça, le malade qui fait ses exercices, il y a des gens bzaf, les sécrétions qui sont là, les crashs, les amis dégagés, ça permet les poumons de se très bien. يعاود ياميلوغي لوكسيجيناسيون تاعو. دونك هذه لا تكنيك استخدموها بزاف بور تو لي مالاد، يلفو ديفوزي، الكوت ريان، و باش ان شاء الله بور تو لي مالاد كوفيد 19. والسلام عليكم.